لكم مشاهدينا، وهذا اللقاء اليومي الذي يتجدد معكم في همزة وصل، برنامج يصنعه المشاهد. نتواصل مع حضراتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي في عرض قضية جدلية نستقبل دوما آرائكم فيها. نلقاكم بعد قليل. أهلا بكم من جديد. طبعا شكل التواصل في هذا البرنامج يكون دوما من خلال صفحتينا على الفيسبوك وتويتر همزة وصل إيجي. أما سؤال حلقة اليوم، هل ترى أن هناك تحولا إيجابيا في سياسات الولايات المتحدة الأمريكية تجاه مصر؟ هذا هو سؤال حلقة اليوم. طبعا السؤال يطرح على خلفية موافقة الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا على صفقة الطائرات الأمريكية لمصر، طائرات الأباتشي التي كانت مؤجلة. السؤال يطرح نفسه، لماذا عودة هذه الصفقة من جديد؟ وهل لهذا علاقة بالتقارب المصري الروسي الذي حدث مؤخرا، ودعم روسيا لمصر في ما فعلته من خطوات ثلاث ثورة 30 يونيو؟ هذا السؤال نطرحه معكم، ونطرح أيضا شكل أهمية العلاقات مع الولايات المتحدة، واستمرار التساؤل عن شكل وحجم هذه العلاقات دوما فيما يتعلق بانتظار أيضا ردة فعل الولايات المتحدة الأمريكية على ما يحدث في مصر. كيف ترون هذا الملف؟ أراؤكم بالطبع مرحب بها، ولكن دعونا أولا نبدأ بهذا التقرير. بعد فتور العلاقات المصرية الأمريكية في الآونة الأخيرة، يأتي قرار البنتاغون الأمريكي بإرسال طائرات الأباتشي إلى مصر. ليتساءل البعض، هل هذا القرار إذانا بعودة الدفء للعلاقات بين القاهرة وواشنطن من جديد؟ صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية رأت أن قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما الخاص بتقديم 10 مروحيات أباتشي لدعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب في سيناء يمهد الطريق أمام استئناف واشنطن لبرامج مساعداتها العسكرية لمصر. وأضافت الصحيفة أن واشنطن ستركز على استئناف المساعدات العسكرية التي تبلغ قيمتها نحو 1.3 مليار دولار، والتي علقتها منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، وخاصة تلك التي تركز على جهود إرساء الأمن في شبه جزيرة سيناء ومكافحة الإرهاب. في غضون ذلك، أكد بعض الخبراء أن الموقف الأمريكي من مصر بدأ يشهد نوعاً من التغيير بعد أن كان موقفاً حاداً، مشيرين إلى أن واشنطن أصبحت تدرك وتتفهم بعين صحيحة أبعاد المشهد الحالي في مصر. يأتي هذا في وقت يقوم وزير الخارجية نبيل فهمي بزيارة إلى الولايات المتحدة تشمل سان فرانسيسكو والعاصمة واشنطن، حيث يجري خلالها مباحثات مع نظيره الأمريكي جون كيري، تتناول العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والملفات الإقليمية والدولية الهامة. إذن بعد استعراض أبعاد سؤالنا اليوم، هل ترى أن سياسات الولايات المتحدة الأمريكية تجاه مصر شهدت تحولا إيجابيا مؤخرا؟ نبدأ في استعراض الآراء التي وردت إلينا حتى الآن مع أسماء حسن. أسماء تفضلي. بالفعل وردت إلينا تعليقات ومشاركات كثيرة حملت تبينا ملحوظا في الرأي، ونبدأ مع محمد السيد يقول: أمريكا دايما همها المصلحة، مفيش مساعدة لينا إلا لما بتستفاد منها صح،
مشارك آخر محمد عطية يقول في طي رسالته: أكيد طبعا بعد تقارب مصر وروسيا وأمريكا مش عايزة مصر يكون عندها سلاح أكثر تطورا من سلاح إسرائيل، وده طبعا لضمان أمن إسرائيل. سيد معوض يعقب على سؤال حلقة اليوم ويقول: نعم، لأن الاختلاف ليس لصالحها، فهي تسعى وراء مصلحتها أولا. محمد يقول: مهما كانت تحولاتها دي سياسة محتادة من أمريكا تتحول حسب الأجواء. عمرو الشيخ يقول إنها سياسة خادعة، لأن سياسة أمريكا هي المصلحة الخاصة وحتى لو كانت على حساب شركائها. أيضا عويضة يعقب على سؤال حلقة اليوم ويقول: التاريخ يشهد ويحكي لنا عن مصر، إنها دولة كبيرة وعريقة على مدار العصور القديمة والحديثة، وذات تراث وحضارة عريقة ولها مواقف عالمية وعربية. وأحب أقول أن بعد زيارة سيادة المشير عبد الفتاح السيسي الناجحة لروسيا لم تجد أمريكا لنفسها اختيار سوى التعامل مع مصر وتحسين العلاقة من جديد والسعي وراء مصالحها. وبكده نكون أضفنا نقطة لتاريخ مصر وشعبها العظيم الذي لا يقبل الضغط من أي دولة في العالم كله. وربنا يحمي بلادنا ويوفق الجميع في العمل من أجل مصر العظيمة. ونشكر قناة النيل وكل العاملين في برنامج همزة وصل. شكرا جزيلا لك. إبراهيم عبد الخالق يشاركنا بالرأي ويقول: المصلحة الأمريكية فوق كل اعتبار، والسعودية دورها بارز ومهم. أيضا سيد أحمد يشاركنا ويقول: الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد فقد نفوذها في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد العلاقات الأخيرة والزيارات الأخيرة للقادة المصريين لروسيا. أيضا نعمان أحمد يشاركنا ويقول: نعم، ولكن هذا التحول حدث عندما رأت هي أن مصالحها في الشرق الأوسط تتدهور، وأن خطتها لإسقاط مصر وإقحامها في حرب أهلية فشلت، فيجب ألا ننخدع بهذا التحول. أيضا حماد العربي يعقب على سؤال حلقة اليوم ويقول: نعم بالفعل، المصلحة فوق كل شيء، وأمريكا لا يهمها إلا مصالحها. ويريد نتكلم شوية في مصر مواطنيها. الفقر يزداد يوما بعد يوم بعد غلاء الأسعار وقلة العمل، فماذا نحن نفعل؟ أيضا محمد حسين يقول: وهذا يرجع إلى تقارب مصر مع روسيا. أيضا محمد يعقب على سؤال ويقول: قاهر الأمريكان، رئيس المخابرات المصرية يلتقي وزير الخارجية الأمريكي. أيضا يشاركنا بالرأي حسنين مصطفى يقول: هي ليست تحولات، إنما هي خدعة أمريكية، فمخطئ من يظن أن أمريكا ستتحسن لمصر أي فعل، فأمريكا تتعامل وتحترم من له موقف وقوة. أيضا يشاركنا بالرأي محمد قناوة يقول: لا يوجد ثقة في الموساد وأمريكا إلى يوم الدين إذا كانت أمريكا تعمل على تحول إيجابي في سياسة الولايات المتحدة تجاه مصر مؤخرا، هذا مقابل مصلحة لصالح الموساد بطريقة غير مباشرة. هؤلاء لا يعمل مجانا، يعملون من أجل أخذ بأنانية وليس كرم من أمريكا لمصر. أيضا أغلب علماء المصريين الذين ذهبوا إلى أمريكا وشاركوا في المجتمع الأمريكي، مثال أحمد زويل وعصام الحجي وسمير أبانوب وغيرهم، هؤلاء أصبحوا متأمريكيين، ليس لهم ولاء إلى مصر. أن يقوم بالنقد وإحباط المصريين: مصر هي التي تعطي وتأخذ بمقابل التحويل الأمريكي إيجابيا. اتجاه مصر هو مساعدة أيديولوجية، أيديولوجية الموساد في غزو العولمة للمجتمع المصري في الطعام والشراب والمعلومة والتفرقة في المجتمع. من يمتلك مال يمتلك كل شيء، والذي لا يمتلك أموال لا يمتلك شيئا. هذه سياسة أمريكا والموساد الآن في الطعام والشراب والعلم، كل شيء أصبح بمقابل ومقيدة. كانت هذه مجموعة من التعليقات والمشاركات التي وردت إلينا، ونتحول مرة أخرى إلى شكل آخر من أشكال التواصل معكم، مع إيمان منصور. إليك إيمان. شكرا جزيلا، أشكرك أسماء، وبالتأكيد سنعود إليك مرة أخرى لاستعراض ما يستجد من آراء المواطنين. رأت أن الولايات المتحدة، يعني في مجملها نستطيع أن نستخلص أن الولايات المتحدة تتعامل فقط لمصلحتها وتتعامل بمنطق القوة دائما حتى مع الدول التي تختلف معها في وجهات النظر. دعونا نستخلص أيضا آراء الخبراء، هل يرون تحولا إيجابيا في سياسات الولايات المتحدة الأمريكية تجاه مصر؟ معي عبر الهاتف الدكتور يسري
المصري العزاباوي الباحث في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، معي الدكتور حسن نفع أستاذ العلوم السياسية، معي سيادة السفير عادل العدوي مساعد وزير الخارجية الأسبق. دكتور حسن نفع أبدأ معك، يعني السؤال، هل صفقة الطائرات الأمريكية الأخيرة التي كانت مؤجلة وافقت الولايات المتحدة الأمريكية له مغزى الآن بأنه تغير في سياساتها تجاه مصر؟ بالتأكيد له مغزى، ولكن يعني نحن نتعامل مع الأشياء بمنطق عاطفي في معظم الأحيان، هناك ردود فعل مبالغ فيها جدا. يعني هذه خطوة محدودة التأثير، ولكنها خطوة يعني تحاول الولايات المتحدة من خلالها أن تثبت حسن نيتها وأن تثبت أنها مهتمة بمستقبل العلاقات مع مصر وتريد أن تبقي على الجسور مفتوحة مع كل الأطراف. هذه الخطوة في تقديري لا تعني تغييرا يعني جذريا في موقف الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما تعني فقط أن الولايات المتحدة لا تريد أن تفقد لا علاقتها بالنظام ولا علاقتها بقوة المعارضة، وتترك الأمور للمستقبل، وبالتالي هي تنتظر نتائج الانتخابات الرئاسية وبالتالي نتائج الانتخابات البرلمانية. فإذا استقرت الأوضاع والأمور فسوف تتعامل مع النظام المصري وسوف تزال العقبات التي تعترض العلاقات الأمريكية المصرية الآن، وسيرفع الحظر الكامل عن الأسلحة. لكن الولايات المتحدة هي مشكلتها أنها لا تعرف بالضبط حجم التغير الذي أصاب مصر وشكل النظام الذي يتأسس الآن، وماذا سيكون رؤية مصر الجديدة للعلاقة مع الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تدرك أن العلاقات بينها وبين مصر لن تكون مثل ما كانت عليه قبل ذلك، وسيطرأ عليها تغيير وتغيير مهم، لكن طبيعة ونوعية هذا التغيير سيتوقف على شكل النظام السياسي الذي سيتأسس، وهو ما زال في مرحلة المخاض الصعب. نعم. طيب اسمح لي دكتور حسن نفع انتقل الى دكتور يسري العزباوي الباحث في مركز الدراسات السياسيه، ووجهه نظر دكتور حسن نفع تتعلق ب